دخلوها ليشفوا من المرض وخرجوا منها جثثا متفحمة. إنها فاجعة مستشفى ابن الخطيب التي لا تزال تخبئ كثيرا من القصص المأساوية عن العائلات المفجوعة بضحايا الحريق. عائلة بشارة من منطقة جسر ديالى إحدى العائلات المفجوعة والشاهدة على هذه الحادثة. احنا لقينا المستشفى مشتعل مثل ما هو بالصورة اللي انتم شفتوها، اللي فزعت اهل الديرة. المستشفى من جميع كوادره حقيقة ما حد واحد خاف، يقولون انقذ له مريض، ركض ويا العالم، لا كذب، كلها شردت. اللي فزعت اهل الغيرة، اهل المنطقة، شبابها الابطال، زين ذولا رفعت راس، نار مشتعله ودخان وغاز، وطبوا على المرضى. اللي قدروا ينقذونه ينقذونه، واللي ما قدروا ينقذونه احترق، لان بعد ما لحقوا عليه. مرضى بصوره عامه اللي بالطابق الرابع هو مكان الانعاش، اقول لك الثلاث ارباعها ماتت، او يجوز كلها والله. ومن موقف الرعب ساعة الحريق يذكر أحد الناجين كيف حال الحريق بينه وبين عمه الذي يحمل جده، اللذين قضيا اختناقا. احترق السقف علينا، العالم ظلت محتارة بعوائلها شلون تطلعهم، واخرنا شو اسمه من جد القناع، اجى الدخان ماكو، بس سحب له نفسيا جد مات قدامي. عم حسين قلت له عم جد مات امشي، السقف كله احترق علينا، ما كان قال لي ما اعرف ابوي. كل المواد القابلة للاشتعال ووسائل اندلاع الحريق كانت متوفرة في المستشفى دون أدنى اهتمام من إدارة المستشفى أو حذر مسبق من وقوع الكارثة. اذا نقول اهمال واذا نقول فعلة فاعل، هو المصدر واحد، مو اثنين، هي ماكو واحد. ليش وين كنتوا انتم؟ بثوا وقالوا ها مره جاي بخلية دهن، شنو مره؟ هي انعاش بها طبخ، هيتر اي موجود، احكيها هيتر موجود، بردها موجود، غلايه موجوده. اذا هذه ممنوعه ليش ما منعتونا؟ ليش انتم اكو عندكم حراس، عندكم استعلامات، اكو عندكم مسؤولين جاي يشوفون الوضعيه، ليش ما منعتوا العالم؟ اذا هاي يسبب حريق وسبب خطر بالمستشفى، ليش تخلون يطبون؟ المنظومة السياسية الفاسدة برمتها مسؤولة عن هذه الفاجعة، فلا تقع مصيبة في العراق إلا والفساد أحد أبرز مسبباتها. السبب اخوي الفساد، وسبب المحاصصة، هاي الأحزاب المتنفذة هي هاي سببها، لأن احنا عندنا مستشفى لحد الآن موجودة مساحة كاملة، إذا مو مبنية، هم قالوا عندنا نبنيها، ولكن سيطرة الأحزاب على كل من يريد إله، وهاي احنا نتيجة منو؟ هاي الضحايا المساكين. فاجعة ستبقى خالدة في ذاكرة العراقيين لتزيد من إصرارهم على المضي في درب التغيير الشامل الكفيل بحماية المواطنين من كوارث الفساد.